كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير دايماً إن شاء الله. الحقيقة إحنا بنبقى سعداء جداً يوم الجمعية العمومية لأن إحنا بنقعد مع بعض جميعاً كعيلة واحدة، نشوف مصلحة نادينا، نشوف اللي فات إيه، نشوف اللي جاي إيه. بس قبل ما أتكلم، الحقيقة إحنا النهاردة في شخص عزيز علينا جداً، أخونا العمري فاروق. العمري ربنا يشفيه إن شاء الله وينجيه ويعافيه بإذن الله. هو مش في وسطينا النهاردة لكن هو مكانه موجود. العمري الحقيقة تعرض ل يعني شيء ألمنا جميعاً. إحنا عندنا ثقة كبيرة جداً في الله سبحانه وتعالى من خلال دعواتنا جميعاً ومن خلال دعوات حضراتكم. اللي أنا الحقيقة بطلبها منكم، العمري محتاج الدعاء. الحالة صعبة ومحتاج إن شاء الله النهاردة في تحسن ملموس بسيط. محتاج دعاءكم كلكم ودعاء كل الناس اللي بيسمعونا. كل زمايله في مجلس إدارة وكل أعضاء النادي، الناس كلها بتسأل عليه والناس كلها بتروح للمستشفى. امبارح من خلال ابنه إبراهيم وإخواته خالد وهشام والده ووالدته، أنا كنت معاهم مع كل أعضاء المجلس، وطلبنا تقرير كامل لغاية امبارح عن كل اللي حدث بالنسبة لموضوع العمري. والتقرير ده جالنا وكل صور الإشاعات، والحقيقة أنا بعتها على طول للدكتور اللي كان عمل لي عملية أنا في المخ سنة 2012 في ألمانيا، في هانوفر في ألمانيا. وإن شاء الله هو رد النهاردة الحقيقة رد مختصر المساعد بتاعه، وقال إن اللي اتعمل في مصر الحمد لله كله محدش يقدر يعمل أكتر من كده، ولكن هنلاحظ الحركة وبعد كده هنشوف إن شاء الله إذا كان في اتجاهات أخرى في العلاج بإذن الله. النهاردة اليوم الأحسن، نتمنى بإذن الله أن كل يوم يبقى أفضل إن شاء الله. كمان لينا زميلنا طارق أنديل وبرضه بيمر بأزمة صحية، معرفش حاجة اسمها الحزام الناري وملازم البيت لأنه طبعا بسمع أنه هو معدي يعني. فربنا يشفي كل مريض يا رب بإذن واحد أحد، وإن شاء الله هيرجعوا لنا إن شاء الله بألف سلامة بإذن الله. الفترة اللي فاتت والفترة اللي احنا الحالية اللي احنا عايشين فيها تعتبر من أصعب الفترات، اللي إن في أزمات كتير حوالينا وأزمات يعني مألمانة جميعا نفسيا قبل ما يكون اقتصاديا. طبعا الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها الحقيقة صعبة، وصعبة بس مش على النادي الأهلي، على كل المؤسسات الرياضية وغير رياضية. طبعا موضوع انتوا كلكم حدكم عارفين ومتابعين الأمور ديت، احنا عندنا كنادي أهلي عندنا مستحقات دولارية شهرية، والمستحقات دي رقم مش صغير، مدربين واللاعبين لكل الألعاب اللي موجودة عندنا فيها أجانب. طبعاً إنك تدبر ده أمر في منتهى الصعوبة، فنتمنى أن يكون هناك فيه حلول لهذا الأمر، لأن الأمر دوت مش على النادي الأهلي بس، على كل الأندية، لكن النادي الأهلي بحجمه وبتاريخه أعتقد هو أكبر المنصات الرياضية اللي ممكن تكون بتتعرض لهذا الأمر. كمان ظروف قاسية جدا علينا احنا بقى كلنا كعرب ومصريين، بس مصريين وكعرب جميعا، اخواننا واهالينا وولادنا في غزة في فلسطين. الامر اللي بيحدث اللي العالم كله بيتفرج عليه ده امر عجيب. الناس اللي في العالم الاوروبي اللي بيتكلموا على حقوق الانسان، اين حقوق الانسان بقى مع غزة ومع أهلينا في غزة
ومع أطفالنا ومع ستاتنا. هم فين؟ مش سامع حس حد فيهم. بإذن الله، بإذن الله النصر قريب لأهلينا بإذن واحد أحد إن شاء الله. النادي الأهلي بنشاء الطبيعي، وده دوره، دوره الوطني ودوره مع كل أهلينا في العرب. النادي الأهلي خصص إيراد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، خصصه لصالح أهالينا في فلسطين في غزة، وطلعت أول قافلة من خلال النادي الأهلي، تحركت الحمد لله امبارح الساعة 7 الصبح. وكمان مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية بتحضر دلوقتي قافلة تانية إن شاء الله تخرج في خلال أسبوع 10 أيام، قافلة تانية من خلال بقى مؤسسة الأهلي. ده أمر من حق كل إنسان عربي على النادي الأهلي لتاريخه. النادي الأهلي لازم يكون مشارف كل هذه الأحداث، وإحنا الحقيقة شايفين دي حاجة بسيطة جدا وحاجة قليلة جدا، لكن لازم هنساعد ولازم هنقف، وإذا نقدر نعمل حاجات أكتر من كده إحنا مش هنتأخر أبدا. في ظروف صعبة كتير بتمر حوالينا، أنا قلت أمثلة منها، ولكن ثقتنا الكاملة في عائلة النادي الأهلي، عائلة الأهلي، إنها تقود إزاي تتعامل مع كل هذه الصعاب، إزاي نكون نتعامل كلنا مع بعيلة كعيلة واحدة مع كل الصعاب اللي بتمر علينا. بنبدأ من نفسنا إحنا كمجلس إدارة، إزاي يكون متماسكين، إزاي يكون نشتغل بشكل يعني في وحدة، لأن إحنا عارفين تحديات تعلموها وتحديات غير معلومة. نبتدئ بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إزاي يكونوا على قدر المسؤولية وإزاي يكونوا شغالين عشان ندي مثال لكل أجهزة النادي الأخرى من أجهزة ولاعبين و وإداريين، إزاي كله إن شاء الله نمشي بالشكل اللي يجب إن إحنا يكون عليه النادي الأهلي إن شاء الله، وإزاي جميعاً نقدر المسؤولية، وجميعاً إزاي نقف بجوار بعض جنب بعض. ده بيدعموا إيه؟ لو كنت بتكلم عن المسؤولين، بيدعموا أعضاء وجماهير، أعضاء جمعية عمومية، جماهير النادي الأهلي، اللي أنا بعتبر الأعضاء هم جزء من جماهير النادي الأهلي. بدعمكم أعتقد أي صعوبات بتمر ممكن بإذن الله يعني نعدي بيها بشكل يليق بالنادي الأهلي، وإذا كان هناك مسؤوليات مجتمعية يليق بدور الأهلي في أي مسؤولية مجتمعية. وهنا أنا عايز الحقيقة أشكر كل زمايلي أعضاء مجلس إدارة وكل إدارات تنفيذية، عملوا مجهود كبير جدا الموسم اللي فات. كان عندنا تحديات الحقيقة، عايز أقول تحديات عنيفة الموسم، وأنا بتكلم عن التحديات الواضحة، وأتمنى يكون كلامي واضح ومفهوم. التحديات الواضحة خلال الفترة اللي فاتت، الموسم اللي فات، كان عندنا مستهدف، المستهدف بتاعنا إن إحنا إزاي منشآتنا اللي في الفروع وفتح فرع جديد اللي هو التجمع، الحمد لله اكتمل، بنحاول في كل فرع يكون هناك إضافات إنشائية جديدة. ده طبعا ده بيكون بالنسبة لل يعني السيولة المالية الموجودة، بنحاول بقدر الإمكان نحن نسعى في ده، مش متأخرين. إن إحنا كمان إزاي الفرق الرياضية تعود مرة تانية تقف على التراك السليم الصح اللي يحقق البطولات، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ده تم خلال الموسم اللي فات. وهنا مش عايز انا اخبي على حضراتكم الانتعاشة اللي حصلت سواء لأجهزة او لاعبين او احنا كمجلس ادارة او اعضاء او جماهير، الانتعاشة اللي حصلت والموسم الاستثنائي التاريخي اللي يعني اول مرة يحدث مش في النادي الاهلي يا جماعة، موسم استثنائي تاريخي لكل أندية العالم، إن يكون في نادي في العالم عنده ثلاث ألعاب جماعية
يصل لكاس العالم للأندية في الثلاث ألعاب في موسم واحد. ده ما حصلش، ده ما حصلش حسب معلوماتي وحسب يعني اللي أنا قريته يعني. أتمنى أكون صح. وكمان الألعاب الفردية وما تم من إنجازات، خلي بالكم دي إيجابية حصلت، لكن في نفس الوقت هي سلبية. سلبية في إيه؟ سلبية لو إحنا ارتكننا عليها، سلبية لو إحنا أولادنا كلعيبة وأولادنا كأجهزة إدارية وفنية وكإدارة تنفيذية وكمجلس إدارة إن إحنا نتكل على اللي فات وما نبصش لقدام. أتمنى، إحنا لسه في بداية الموسم، أتمنى الرسالة دي تكون واصلة لكل أولادنا كأجهزة وكلاعبين وكل زمايلي في مجلس إدارة لسه متكلم معهم في نفس الموضوع، وكل من يعمل في النادي الأهلي إزاي كلنا نشتغل صح، وإزاي كلنا نكون نموذج للي جاي عشان نشد كمان اللي هو انتشى شوية، اللي هو كتافه اترفعت شوية من المكاسب اللي فاتت مش قادر يرجع لحالته. لازم يرجعوا كلهم لحالتهم، وإحنا أولهم. أنا مش بقى إحنا كمان أولهم، لازم نفهم اللي فات ده بقى تاريخ يتحط في الكتب وفي الدواليب، لكن هنا اللي جاي هو ده اللي قدامنا دلوقتي. إزاي الناس كلها تشتغل بقلب واحد وبمجهود واحد وبعيلة واحدة وبقدرات واحدة، وإزاي كلنا متكاتفين علشان نصل بإذن الله للأهداف اللي ممكن تساعدنا. التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا وفقنا في كتير جدا جدا السنة اللي فاتت. نطمع بإذن الله في التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله. طبعا في تفاصيل كتير جدا، في تفاصيل كتير جدا السنة اللي فاتت هتحتاج لوقت كتير عشان احنا نتكلم فيها او نتعرض لها يعني، لكن بلا شك هو موسم استثنائي حصل الحمد لله رب العالمين. وقبل ما اتكلم على ما تم، في فيديو لمدة يعني 7 دقايق عايزين نتفرج عليه سوا، وهكمل كلامي مع حضراتكم. هو يعني اختصار الاختصار، لان كان في فيديو متحضر مدته 40 دقيقة، لكن انا طبعا كلفت بعض من زمايلنا في مجلس الإدارة يقعدوا يبصوا عليه الفيديو لبعض الانجازات اللي حصلت. قلت لهم ده كتير قوي ومش انا قاعد الناس 40 دقيقة يتفرجوا، فالإدارة الاعلام عملته 21 دقيقة وانهم برضه كتير، فاحنا عملنا حوالي 7 دقايق تقريبا، 7 دقايق مختصرة نتفرج مع حضراتكم عليه وبعدين اكمل كلامي مع سيادتكم. تفضلوا. السنوات تمر والعطاء لا يتوقف والإنجازات تتحقق ولما لا، والوفاء بالعهد والوعد شعار يرفعه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب منذ توليه المسؤولية. لقد بذل مجلس الإدارة على مدار العام المنصرم جهودا كبيرة للحفاظ على الطفرة الهائلة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة. قدم المجلس كل ما يستطيع لتحقيق إنجازات غير مسبوقة رياضيا وإنشائيا وماليا وخدميا وتسويقيا. هذا بالطبع لم يأتي من فراغ، لكن الاستقرار والثقة الغالية التي توقت بها الجمعية العمومية عنق المجلس والالتزام بالقيم وثوابت النادي كلها عوامل ساعدت وسندت مجلس الإدارة في مهمته. الحديث عما تحقق من نجاحات وإنجازات وتطوير للخدمات يحتاج إلى وقت طويل، لكن نستأذنكم في سرد نماذج من بعض مما شهد النادي وفروعه من نجاحات خلال السنة الماضية. كرة القدم، حقق الفريق الأول لكرة القدم إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والقاري في ظل دعم ومساندة كاملة من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. فاز الفريق الأول بكأس السوبر المصري موسم 2021، وفاز بكأس مصر موسم 2021-22، وحصل على كأس السوبر المصري 2021-22، وفاز ببطولة الدوري العام 2022-23، وحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-23، وتأهل الفريق الأول للمرة الرابعة على التوالي للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشهر القادم. النشاط الرياضي، حققت فرق النشاط الرياضي بالنادي العديد من البطولات والألقاب المحلية والقارية في موسم استثنائي استحق الإشادة من الجميع. الكرة الطائرة،
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال لقبي كأس السوبر المصري والبطولة العربية للأندية، فيما توجت سيدات الطائرة بلقب الدوري العام ولقب كأس السوبر المصري. كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال ببطولة دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر الإفريقي، وحقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية. توجت سيدات اليد بلقب دوري الجمهورية وكأس مصر والمركز الثالث في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس. كرة السلة، توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بدور السوبر ودور المرتبط وكأس مصر وبطولة إفريقيا BAL. فازت سيدات كرة السلة بلقب دور المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر والدوري الممتاز ومنطقة القاهرة. الميزانية، حقق مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب طفرة مالية واضحة في العام المالي 2022-2023، وبالرغم من المتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر بحكم الظروف الاقتصادية والتسويقية والتعاقدية وغيرها، إلى أن مجلس إدارة النادي نجح في التعامل مع كل هذه المتغيرات بحنكة شديدة وحافظ على تربع النادي فوق قمة الهرم المالي والتسويقي. بلغت ميزانية النادي في 30/6/2023 3,923,402,510 جنيه مصري، وحققت فائضاً قدره 554,955,585 جنيه، وبلغ إجمالي الإيرادات 2,314,012,920 جنيه في العام الحالي، فيما بلغ العام الماضي 1,394,312,927 جنيه. وعلى صعيد الأصول الثابتة، كشف التقرير المالي عن وصول حجم الأصول الثابتة إلى 1,100,531,375 جنيه في العام الحالي. إدارة تسويق، نجحت إدارة التسويق خلال الموسم الماضي في توقيع عدد كبير من عقود الرعاية، من بينها عقد رعاية شركة اتصالات مصر، وعقد رعاية بنك أبوظبي الأول مصر، وعقد شركة شيل للزيوت مصر، وعقد شركة GLC، وعقد شركة كوكاكولا، وعقد شركة مراسم للتطوير العقاري، وعقد شركة ليبتون، وعقد الجامعة الكندية. هذا بخلاف تسويق حقوق البث الفضائي والحقوق الرقمية لمباريات كرة القدم، وعقد شركة أديداس لتوفير الملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم، وعقد شركة كونكريت للزي الموحد للفرق الرياضية، وإقامة العديد من المعارض التي ساهمت في تحقيق دخل إضافي للنادي وتسويق البطولات. المشروعات الهندسية، كان لها النصيب الأكبر من استراتيجية مجلس الإدارة الذي توج بافتتاح فرع النادي بالقاهرة الجديدة، والذي تم تصميمه وفقاً لأحدث التصميمات العالمية في مجال الإنشاءات والتزاماً بالمعايير الأوروبية في هذا الشأن، وتم افتتاحه في حفل كبير يتناسب مع هذا الحدث. مقر الجزيرة، تم الانتهاء من تركيب ملعبي بدل، ويجرى تجهيز مكاتب إدارية بجوار صالة الجمباز وإعداد المقايسات الخاصة بتطوير وتجديد بوابة وسور المعلمين وتطوير وتجديد حمام سباحة التربية والتعليم ورفع كفاءة محطة كهرباء الصالة المغطاة وربط المحولات الكهربائية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية وصيانة غلايات مجمع حمام السباحة. فرع مدينة نصر، تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بقطاع الناشئين التي تشمل مبنى تغيير الملابس ومبنى المدربين ومبنى الإدارة ومبنى قاعة المحاضرات، ويجرى إنشاء مدرج كرة قدم ويتضمن غرف خلع ملابس ومكتب إدارة وجيمنيزيوم وقاعة طعام، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية والسنوية لغلايات مجمع حمام السباحة. فرع الشيخ زايد، يجرى إنشاء المبنى الاجتماعي وملعبي كرة القدم وملعبي بدل والمسجد وجيم حمام سباحة ومجمع حمام سباحة والأسوار وبوابة على شارع النزهة وأماكن انتظار سيارات بجوار بوابة شارع النزهة،
بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية. النادي الأهلي، تاريخ، مبادئ، تطوير. ده بالنسبة للسنة اللي فاتت، لكن المهم اللي جاي. اللي جاي ايه وطموحنا فيه ايه؟ وعايز افكر حضراتكم بحاجة، وافكر نفسي وافكر زمايلي وافكر كل ولادنا في كل الالعاب. في الحفلة الاستثنائية اللي عملناها في نهاية الموسم اللي فات، اللي يعتبر موسم استثنائي، انا كررت جملة 3 مرات. قلت اللي جاي الحمد لله على اللي فات، اللي جاي صعب، وصعب جدا، وصعب جدا جدا، لان طبيعتنا احنا لما بنحقق حاجه بنهدى شويه. ازاي بقى يبقى في يعني دوافع اخرى، وازاي نحفز الناس انهم يقوموا تاني يواصلوا طريقهم اللي المفروض النادي الاهلي وجماهيره واعضائه يعني ما بيشبعوش بطولات او اي حاجه تخص كل منشئات النادي، اللي احنا بنحاول فيها بقدر الامكان ان احنا نسعى باذن الله فيها الفتره اللي جايه يكون هناك في دايما في حاجه جديده ان شاء الله. عايز اجي بقى لحاجه مهمه، وهي اقتراحات الساده الاعضاء. والحقيقه انا عايز اشكر كل عضو حاضر، كل عضو كان حريص جدا ان هو يعيد اسمه في الجمعيه العموميه ويحضر معانا. كل عضو قدم اقتراح قبل الجمعية العمومية، عايز اشكرهم كلهم، لان ده بيوضح حرصهم الشديد على ناديهم وعلى انهم عايزين ناديهم دايما افضل. كل واحد عنده فكرة المفروض انه هو بيقدمها للنادي عشان الناس يعني كلنا نشارك بعض. ممكن تكون في حاجة غايبة على المسؤولين، على مجلس ادارة، لما حد، واحنا فعلا في ناس من خلال الاقتراحات دي شفنا انها كلها اقتراحات ممتازة هايلة. هندرس كيفية بعد ما نسمع رأي الجهة الإدارية. مش معنى ان الجمعية اكتملت او ما اكتملتش ان احنا ما نبصش الاقتراحات دي، بالعكس الاقتراحات دي يعني بتسمينا طريق اعتقد يهمنا كلنا. النادي الاهلي يبقى دايما نمرة واحد بإذن الله في كل الامور. احنا اطلعنا على كل الاقتراحات دي، كلها اقتراحات كويسة جدا. في اقتراحات مثلا فيها متوافقة مع خطتنا الفترة اللي جاية، منها انا بقول منها حمام السباحة الجديد في الشيخ زايد. حمام السباحة الجديد في الشيخ زايد. الشيخ زايد في حمام سباحة، ولازم كلنا برضو كعيلة واحدة بنتكلم فيه. ما زال هناك مشكلة في حمام السباحة اللي موجود في الشيخ زايد، احنا لغاية النهاردة ما استلمناهوش، لان هناك مشكلة تقنية او فنية. كويس، لان احنا ما كانش ده في وقتنا يعني، لكن احنا ماشيين لقينا ان هناك لازم يكون في حمام سباحة جديد. يوم 28 الشهر ده فتح المظروف المالي، كل حاجة خلصت. المظروف المالي لانشاء حمام سباحة جديد في شيخ زايد يوم 28/11. حمام سباحة التربية والتعليم ان شاء الله يعني على شهر 3/4 حسب ما بلغوني الإدارة الهندسية ممكن نكون يعني يستخدم بإذن الله، بإذن واحد أحد إن شاء الله. مثلا أسوار الشيخ زايد تعمل بوابة جديدة ب16 باكية، هنكمل الباكيات دي لغاية الباب الثاني، وهنستظل إن هناك في شغل لسه في الشيخ زايد. أنا بقول أمثلة وليست ده برضو في خلال ال4-5 شهور اللي جايين هتشوفوا المنظر ده خلص بإذن الله إن شاء الله. يعني هنا بس في حتة عندي ملاحظة أرجو أن الناس تتقبلها مني. يعني إحنا ما فيش مشكلة خالص أن يجي لنا اقتراحات وندرسها ونتكلم فيها، والباب المديرين الأندية في كلهم، مدير التنفيذي هنا ومدير الفروع، بابه مفتوح لأي مقترح وفي أي وقت وفي أي وقت. لكن عندي تعليق صغير، أتمنى من السادة الأعضاء اللي عندهم
بعض الرؤى في أداء المجلس أو في مقترحات، ياريت تبقى جوه النادي جوه الأسرة دي، مش على الملأ ولا السوشيال ميديا ولا مش عارف إعلام، ده مش النادي الأهلي. من فضلكم أتمنى وأدعو أي عضو عنده حاجة يقدمها لمدير النادي اللي هو تابعه في خلال، وهنا المدير التنفيذي الدكتور سعد، تنبيه على كل مديري النادي، أي ورقة تخش له أرجو إنها دايما تجينا في يعني لمدير التنفيذي ويناقشوها ويقدموا حلول لو في حلول، لو ما كانش يعرضوها علينا في مجلس الإدارة. ده أمر واضح، ده يا جماعة ده أمر بالنسبة لنا، هو ده النادي الأهلي. جماعة احنا كلنا أسرة واحدة، هدفنا واحد، مصلحة النادي الأهلي قبل كل شيء، مصلحة الأهلي قبل كل شيء. النادي الأهلي هو حياة بالنسبة لنا. في النهاية عايز أذكر الأول، الحقيقة أنا جيت امبارح، جيت الصالة أطمن على اللي بيحدث يعني الأحداث، لقيت السادة موظفي الجهة الإدارية ورئيس الجهة الإدارية موجودين، كلهم موجودين، يعني الناس قعدوا دلوقتي يعني 48 ساعة قاعدين أماكنهم عشان يستقبلوا حضراتكم، فأنا بشكرهم جدا جدا على تعبهم، كل الشكر والتقدير ليهم يعني.